فقرات فنية وفلكلورية وتراثية متنوعة إضافة إلى معارض لأدوات التراث والأكلات الشعبية اشتملت عليها حملة التوعية الوطنية بأهمية التراث. اليوم فعل عرسا وطنيا ناجحا قدمنا فيه التراث الأردني الأصيل ومجموعة من الفقرات التي مثلت جميع مناطق المملكة. تم فيه كذلك عرض أزياء يمثل جميع الأزياء الأردنية القديمة والذي يمثل جميع مناطق المملكة. كانت هي الحملة تنفذت بأقاليم المملكة الثلاث بالشمال والوسط والجنوب بالمشاركة من مديريات التربية والتعليم والمجتمع المحلي بهدف التركيز على جميع ما يتعلق بثقافتنا الأردنية بشقيها المادي وغير المادي. وتضمنت الحملة التي نظمتها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم على فقرة ثقافية عكست تنوع التراث في مختلف مناطق الجنوب. والله شركنا، والله شركنا لما تعبنا، والله حصدنا، والله حطبنا، والله نقلنا مية عبهورنا، والله علم علينا، والحمد لله الحمد لله رب العالمين، والخير في الموجودين الحين. كانت تجربة جدا رائعة وجدا ناجحة لأنه حاولنا أنه يحيي التراث في نفوسنا ونفوس الطلاب ونفوس المجتمع المحلي أيضا. طبعا كانت مشاركتنا اليوم في مهرجان التوعية بالتراث في منطقة الجنوب مشاركة مهمة جدا وتمثل طبعا محاور كثيرة، منها اللي هو الأكلات الشعبية واللباس الشعبي والغناء الشعبي، وأيضا تمثل بعض العلاقات الاجتماعية الجيدة. حقيقي يعني أبرز ما قدمناه في هذا اليوم هو التراث الحقيقي لأبناء الكرك الذي يمثل الثقافة والأصالة التي تنم عن عمل أجدادنا وأبنائنا وأبائنا، ولنحافظ على هذه الأصالة التي هي جزء لا يتجزأ من التاريخ الأردني والهوية الأردنية. باسمك بديت كلماتي يا الوطن يا العز من حياتي، حروفك سطرت مجد القلوب وهواك صار انفاسي، غنت الأردن تزينت بالوانها أشرقت السما بأحلى طيافها، غردت طيورك حلقت بسماك وغردت يا الهاشمي محلاك، صوتك يا وطن بالدم يجري وما يتوقف لينقطع عرقي، غرد بعنا الصوت وتباها صغيرك شبل وكبيرك أسد هالكلمة يا محلاها، فداك الروح يا روح الروح دمي على أرضك أغلى من روح، سلاما على من بقى بحرا ودافع أرض الأردن، مرفوعين الرأس وعيوننا قوية، احذرونا سهران أردنية. اليوم احنا قدمنا من التراث وهو العرس البدوي، قدمنا أول شيء بيكون في مجموعة مع العروس، بعدين بيجي القطار بياخذوا العروس، كانت تجربة كثير رائعة. احنا قبل هاي المرة قدمنا هذا العرض واحنا جبنا فيه مركز أول. جينا من مديرية تربية معان عشان نعكس تراث معان وجينا نشارك في المهرجان.